بيربونا تاني بعد العلقه. الرواد كان بيفرم كل شويه من غير بتوع الاسم حاولوا ان هم يقومونا وحاولوا لا وانا وحاولوا الاسم وحاولوا انهم لا هو محضر واحد ومش هينفع ان احنا نمشي من غيره. قعدوا سايبيننا لحد ما جه واحد لابس بدله وشكله من الدوله مع قوه مدنيه مش من الاسم. امشوا لا امشوا لا امشوا لا شيلوا. جابوا الستات جابونا من شعرنا كنا قاعدين على الارض شعرنا مسح كده يعني شلالين شلالين بدأت المعركة بقى علقة محترمة محترمة استمرت شوية بعد ما دخلوها بيت الرحلات وبدأوا بقى جوه بيت الرحلات بقى يمخمضونا كل شوية الواد يفرمل فكلنا نقع على بعض. ده حصل مثلا 50 مرة بس احنا كنا فيها 37 واحد كنا هنفطس واحنا جايين بقى كلنا مع بعض. ما هو لسه كنا سابونا اكتر من كده يعني لا مش معنى هم ضربوا كل الناس هم ضربوا كل الناس بس كل واحد يعني كل واحد خد نصيبه. وبعدين هنا هو ده اللي حصل هنا الضرب ما كانش في الشورى الضرب كان هنا خدونا خطفونا ودخلوا في عمق صحراء مش على الطريق على الهاي واي وراحوا ناس طالعين شاتمنا برضو عادي جدا ويا ولاد يا ولاد شتيمه يا ولاد يلا وسحل برضو هما بينزلونا حتى اللي كانت جنب الباب هي اللي اتفشخت لان هي اللي جابت مش عارفه كانت مين عشان الدنيا ضلمه يعني جابت سحل واتزقت رمت كده يعني طب طبعا الرسالة مهمة الرسالة بتاعت هنكسر اللي جابوكم يعني مش هتكسر لا ملهاش طول الوقت شغالة يعني قيادات قيادات بيبنوا عليا يعني بشكل واضح وتصرفي معايا هم تيجي واحنا في الشورى خليهم يسكتوا احسن لهم يعني الظابط اللي انا كنت رحت له من الاسبوع اللي اسمه ضرب الاحمر هو اللي مسكني بس هو كان بعد الدور بعد الدور هو بصراحه ما قربش كان بيحوش لانه يعرفني كويس جدا والليل كانوا عارفين اني برضه بخش ازاي حضرتك كنت كويس انا لا ما هو يعني دي مش حاجه سهله هضربها كان يعني اوكي بس هم برضه يعني مش شايفين هم مش فارق معاهم هو بقى فارق معاهم حاجه دلوقتي هم بيقتلوا مئات من الناس بلا رادع بجد على العلقه لما مش حد يجي يقول لنا يلا يا ولاد الرزق من هنا فهنمشي مش احنا اهو عارفين بيحاولوا يكسروا ده طبعا في ناس بتتعب ولا لا معاها بس يعني النهارده كلهم البنات اول ما نزلوا عربيه الترحال عيطوا فيعني الموقف كان صعب لا الناس حاسه الناس حاسه بالاهانه سكشوال تحرش انا ما حضرتش لكن الناس دي كانت بتقول ان هم شايفين مجد الصوره بس طبعا البنات تهزوا يعني البنات في ناس اول مره تخش عربيه الرحلات في حياتك دول زعلوا من جواهم جامد يعني هو مش وحش من كده هو في حصل شبهه بالظبط قبل الثوره كان شهر خالد سعيد تخيلت ضربت على لوحدي لوحدي تماما 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 واترمت على الاسترات برضه الراجل قلت له ايه؟ الراجل اللي جه طلعنا قلت له انت جاي بواسطه؟ قلت له انت عايز تطلعنا ليه وتسيب الناس تاني؟ عشان انت معاك واسطه احنا نطلع صح؟ قال لي في واسطه وغصب عننا وتفضلوا كده ايوه وقفتهم فوق كنبه كده في الاسم انا اقوى منك انت متحامي في رجالتك انا هنا مسكوته بس اقوى منك هو قرر يوريكي هو ورجالته هو نفس ده كده هو لا بس هما نفس قايل هو اللي طلعوا اللي كان معانا بعمل روحنا طلعوا بالظبط هو اللي كان نفسي ما قلت ايه فانا بقول لك انا رايي ان هو عمل نفسه في الحضره دي انا اقوى منك السين اثر فين السين قرر انه طيب انا هوريكي انا ورجالتي انا عايز اقول ان هو اثبت اللي انت بتقوليه يعني ان هو اضطر يتسلم عليكي خمسة عشان يضربوا انا نسيت الحضره دي انا نسيتها خالص يعني انا قبل الضرب وبعد الضرب اللي هو مش فاكر حاجه قبل الضرب كنت بقول حاجه كويسه